شو انا اريد توازن باللي يستشهدون، من يقتلون سبعه شيعه اريد قبالهم ينقتلون سبعه سنه. اكو مشكله وجود، هنا انا فوط، هنا انا فوط، هنا موقع، هنا موقع، السياده المن، السياده المن، المركز المن، المركز من يدير الشرق، من من اكو خلاف وجود. اما نجي بسطحيه، والله حضنه، والله استقبله، والله فرشوا له الزوليه، والله تلقى له جبير، والله هاي مو مقاييس تقيس عليها علاقاتك. ليش الحل ام الحضاره ام التاريخ ام السياحه ام العلم ام العلماء ما بها ولا وزير ولا وكيل ولا سفير ولا اي درجه عليا، لا هيئه ولا غيرها؟ الانبار بها خمسه. قال الحقوق التي حصل عليها الاكراد في الدوله العراقيه الحديثه، يعني لم يحصل عليها تحديدا المكون الكردي في اي دوله اخرى. حالة الجنون التي دخل بها البرزاني، جنون العظمة، محاولة إدخال الشعب الكردي في متاهات لا يعلم نهايتها. سيادة الرئيس، رفع معاناة المرأة العراقية لن يكون إلا بتجفيف منابع الإرهاب التي تقف السعودية على رأسها من خلال الفتاوى التكفيرية المنحرفة، أو من خلال تمويل الإرهاب، أو إرسال الانتحاريين إلى أرضنا، أو تجنيدهم من مختلف دول العالم من خلال أفكار الوهابية المنحرفة. ولن ننسى معاناة أخواتنا في اليمن وسوريا اللواتي يعيشن ظروف مماثلة لنا، كما نود أن نقف لندين ما تعانيه المرأة البحرينية من اضطهاد وقمع للحريات وتمييز واعتقال